مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم بحلقة جديدة من برنامج السادسة. عايزة في البداية أبارك لكل الأهلاوية على استعادة روح الانتصارات والفوز على أسوان، وثلاث نقط مهمة جدا بتقربنا بشكل كبير من حسم الدوري. يمكن ما كناش يعني أفضل حاجة بدنيا، مستنيين مستوى أعلى، ولكن زي ما قلنا مع المباريات الفريق هيبقى في مستوى أعلى بإذن الله مرة بمرة واحدة بواحدة. مساء الخير عليك يا أحمد. مساء الخير يا سارة، مساء الخير على كل الأهلاوية اللي بيتابعونا في يوم جديد وحلقة جديدة من السادسة مساء. الحقيقة يمكن زي ما قالت سارة، هو فوز مر أو فوز مؤلم. الحقيقة طبعا الثلاث نقط مهمين جدا في مشوار الدوري، والأهم زي ما قلت لحضراتكم امبارح يمكن قبل دقايق الماتش ما يبتدي، إنه كان مهم بالنسبة لجمهور الأهلي إنه يطمن على فرقته، خصوصا بعد تراجع المستوى إلى حد ما في ماتش الإنتاج والسكور. طبعا التعادل بالنسبة لجمهور الأهلي خسارة، لكن إلى حد كبير قلنا واتفقنا إنه كيرف بيطلع بشكل تدريجي، وده الأهم، الرسالة الأهم إن احنا نطمن على فرقتنا قبل الماتشات المهمة اللي جاية، سواء كنا بنتكلم على بطولة الدوري أو كنا بنتكلم على طبعا مشوار دوري أبطال أفريقيا، وده بالنسبة لنا الأهم، ده شيء ما فيهوش نقاش. لكن ليه فوز مؤلم؟ ليه مكسب مر؟ لأنه الحقيقة تكلفته كانت عالية. طبعا امبارح كلنا تابعنا بحالة شديدة جدا، كل الأهلاوية امبارح حقيقة اتضايقوا جدا، ويعني إصابة كابتن محمود متولي الحقيقة كانت الحقيقة خسارة مؤلمة جدا في الماتش. ولو سألت كده قبل الماتش، الحقيقة يمكن الأهلي يعني قصته مع الإصابات محتاجة إن احنا نتكلم فيها بالتفصيل، لكن تخسر 2 بونت تطلع متعادل مع أسوان وتطلع من غير إصابات، ولا تكسب 3 بونت وتطلع بإصابة متولي وجيرالدو والشيخ، دي الحقيقة كانت معادلة صعبة جدا، وكان صعب جدا أي حد يجاوب عليها. على كل الأحوال احنا المهم جدا نطمن على اللعيبة، وده هيبقى جزء من حلقتنا، وكمان نبتدي نتكلم على استعدادات النادي الأهلي لماتش الزمالك إن شاء الله، مباراة القمة يوم السبت اللي جاي، وهي مباراة مهمة على مستوى النتيجة، مهمة على مستوى حسم بطولة الدوري، ومهمة أكتر كمان من ناحية المعنوية والنفسية لمشوار أفريقيا إن شاء الله بإذن الله. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة كمان الحقيقة يمكن يا سارة معنا ذكريات لطيفة قوي، ذكريات يفتكرها جمهور الكورة اللي تابع بطولة أمم أفريقيا سنة 98 في بوركينا فاسو اللي فاز بيها المنتخب المصري. هيكون معنا واحد من نجوم المنتخب اللي شاركوا في تحقيق الإنجاز ده، وواحد من نجوم النادي الأهلي اللي كان ليهم مشوار طويل جدا، حتى رغم أنه هو راح فترة احترف في ألمانيا تحديدا في نادي هانزا روستوك الألماني، لكن الحقيقة واحد من الأجنحة الطائرة اللي احتلت موقع مميز جدا في ناحية اليمين عند النادي الأهلي، هيكون ضيف حلقتنا النهاردة كابتن ياسر رضوان. نبتدي مع حضراتكم بأهم العناوين. الأهلي راح اليوم من التدريبات استعدادا للقمة السبت اللي جاي. الأهلي يعرض محمود متولي على رئيس اللجنة الطبية. اتحاد الكرة يتفق مع حكم أجنبي لمباراة القمة. اتجاه في كاف لإلغاء معسكرات المنتخبات 2020 بسبب كورونا. مرر حالة إيجابية بفيروس كورونا بين صفوف ليفربول. تأجيل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي، وتفاصيل أكتر عن الأخبار هنعرفها مع حضراتكم. يا أهلا وسهلا بحضراتكم مرة ثانية. الحقيقة مكاسب كتير حققها النادي الأهلي من ماتش امبارح. طبعا الثلاثة بونت دول حاجة يعني أمر محسوم، فكرة الاطمئنان على مستوى الفريق اللي أعتقد أنه قدم مستوى أحسن بكتير من المستوى اللي تقدم فيه ماتش الإنتاج الحربي. بيتهيالي كمان بادجي واحد من مكاسب امبارح، فكرة أنه المهاجم، وحضراتكم عارفين بادجي يمكن لغاية اللحظة ما نقدرش نقول خد فرصة كاملة مع الفريق، لكن الحقيقة ودي بتبقى معاناه للمهاجم، خصوصا لما يجي على فريق كبير جدا بحجم النادي الاهلي، فكره قدرته على اثبات ذاته او اثبات جدارته بان هو يحتل مكانه اساسيه في الفريق بتبقى فيها حاجز نفسي. يتكسر ازاي؟ يتكسر من خلال تسجيل اهداف، والجول الثالث امبارح بتاع بادجي اعتقد انه ساهم في الفكره دي، واحنا محتاجين بالذات من المحترفين اللي بيلعبوا في النادي الاهلي. طبعا فرقه الاهلي كلها محترفين، بس انا اقصد اقول الصفقات الخارجيه اللي بتلعب في النادي الاهلي، معلول، اجاييه، جيرالدو، داكوستا، اليو بادجي وديانج، محتاجين منهم الحقيقه الفتره اللي جايه ان هم يكونوا في قمه تركيزهم عشان يقدروا. طبيعي انت لما بتلجا للاعب محترف من الخارج بتبقى بتعوض او عايز تضيف للفريق
لاعب عنده القدرة على أن يكون ليه مردود إيجابي، أنه يسيب بصمة، مش محتاج حد يجي يكمل 11 أو يجي يكمل 18، محتاج لعيب مميز سوبر يقدر يعمل الإضافة دي، وبالتالي ده واحد من مكاسب امبارح. أما الخسائر أعتقد طبعا أبرزها إصابة محمود متولي. الحقيقة فعلا زي ما أحمد قال، يعني في مكاسب كتير من مباراة الأهلي وأسوان، يعني احنا خلاص استعدنا روح الانتصارات زي ما قلنا 56 نقطة، بنبعد عن أقرب المنافسين بكتير، ولو الأهلي مشي بالمستوى ده وفضل على المستوى ده وفي تطور طبعا زي ما بنطلب، هيكون كمان بيحسم الدوري قبل فترة كويسة جدا من انتهاء بطولة الدوري. 56 نقطة واحنا لعبنا كده 20 مباراة، يعني 18 فوز وتعادلين. الحقيقة كان في مكاسب كتير، في بعض اللعيبة ظهروا فعلا بشكل كويس جدا. محمد هاني قدم ماتش رائع، إليو باجي زي ما أحمد قال يعني الحقيقة بياخد ثقة، بيكسب في ثقة بينه وبين الجماهير واحدة بواحدة، خصوصا أنه يعني أسست الماتش اللي فات جون الماتش ده، ده بيفرق جدا، بيثبت أنه لما بينزل الماتش بيبقى فيه فرق، بيساعد الفريق، بيعمل بيسيب بصمة، ده مهم جدا. الحقيقة كمان عمرو السولية قلنا أنه أداؤه بيتطور بشكل كبير جدا، وأداؤه بيتطور مع الوقت بشكل كبير. وكمان يعني مين يا سارة معلش، مين اللي أداؤه بيتطور بشكل كبير؟ عمرو السولية. عمرو السولية أوكي. عمرو طبعا من الناس اللي بتطور المهارة اللي عملها في الجون الثالث يا أحمد كانت، بس عمرو الحقيقة نقدر نقول كمان يعني بعيدا عن انه بيبذل مجهود عشان يطور من نفسه، لاعب من اللعيبه اللي مستواهم دايما ثابت، يعني ما بتلاقيلوش هزات او ما بتلاقيلوش تراجع بعد التوقف عنيف. كمان يا احمد يعني فارق جدا ان هو مستواه فعلا ثابت بشكل كبير. عايز اقول كمان زي ما انت قلت جيرالدو، يعني ان هو اكيد الهدف اللي هو جابه امبارح ده اداله ثقه، يديله ثقه في المباريات اللي جايه كمان، خصوصا ان هو بدا يدخل في الخطط الاساسيه بشكل كبير لفايلر، خصوصا من بعد فتره التوقف. التغييره طبعا الذهبيه للنادي الاهلي، وليد سليمان دايما بينزل بيعمل فرق، ده شفناه امبارح، يعني كنا كسبانين 1-0، الدنيا كانت معقربه شويه لو هنقول كده، لكن الحقيقه جون وليد سليمان فتح الفوز للنادي الاهلي بشكل كبير، وكان سهل على النادي الاهلي الفوز. جيرالدو خليني اقول بس حاجه على جيرالدو، لانه انا قلت قبل كده انه جيرالدو لعيب امكانياته كويسه جدا، وجناح صاحب مواصفات محترمه، يعني من ناحيه المهاره عنده جزء كبير جدا، عنده موهبه فطريه، عنده قدره كبيره جدا انه يعدي من لعيب واثنين. من ناحيه السرعه عنده السرعه، يمكن الناحيه البدنيه او القوه البدنيه مش موجوده قوي عنده، لكن دي من الحاجات اللي سهل انها تتعوض. وجيرالدو جاي، يعني احنا شايفين جيرالدو من اللعيبه اللي في الفتره الاخيره كيرفها بيعلى من ماتش للتاني، وزي ما بتقول ساره الجون كمان اللي دخله امبارح الهدف الاول احرزه جيرالدو، اعتقد هيرفع كبير من روحه المعنويه بشكل كبير جدا، فنتمنى ان شاء الله انه يمشي ويكمل في طبعا نفس المشوار. زي ما انت قلت يا احمد يعني اصابه محمود متولي حاجه محزنه جدا، بنتمنى طبعا السلامه للاعب ولكل اللاعبين. احمد الشيخ انه يبقى اول ماتش ليه بعد الاصابه ويبقى في اصابه برده ثانيه، حاجه اكيد من الاخبار السيئه لجمهور النادي الاهلي. وان كان رجوع طبعا ياسر ابراهيم، لو هنتكلم محمود متولي ياسر ابراهيم بيطمنا بشكل كبير، لكن هنفتقد طبعا محمود متولي الفتره دي. محمود متولي كده السيزون بالنسبه له اعتقد وأفريقيا انتهى بالظبط. الشيخ اعتقد الى حد كبير انه اصابته طفيفه، مش هتاثر على ان هو يرجع بسرعه ان شاء الله. وجيرالدو عندنا اصابه عضليه، وده اللي هنحاول نعرفه النهارده تفاصيل من حضراتكم، اللعيبه دي ممكن ترجع وتبقى جاهزه. بس احمد على رايك في فكر فايلر، الحقيقه الراجل انا طبعا مدرك تماما ان الراجل هنا في جزء في مخه في كم كبير جدا من علامات الاستفهام اللي هو لسه لغايه اللحظه دي ما حسمهاش. اعتقد ان الموسم الاول بالنسبه له مع نادي بحجم النادي الاهلي يعتبر موسم جيد جدا، قدر يحط فيه بصمه، مش عايز احطه في مقارنه مع ناس ثانيه، لكن الحقيقه الراجل شغال كويس جدا وبيواجه ظروف صعبه جدا. وما تنسوش حضراتكم انه فتره التوقف دي الموضوع مختلف، انا عارف ان الكوره وقفت في كل على مستوى كل الانديه، لكن الفريق اللي بينافس باستمرار على بطوله والفريق اللي بيلعب دايما على انه كل ماتش يلعبه مطلوب منه ان هو يكسب الماتش ما عندوش بديل تاني، بتبقى الحسابات مختلفه شويه. فهو الحقيقه بالراجل بيواجه ظروف صعبه، نتمنى ان هو يتخطاها، وانا متاكد انه القايمه اللي معايا او اللعيبه اللي موجوده معايا في السكواد دلوقتي قادره ان شاء الله انها تحسم البطولتين في الفتره اللي جايه. خلونا نروح الأخبار، نبتدي أخبارنا النهارده. الجهاز الفني للأهلي بقيادة فايلر قرر إن هو يمنح اللاعبين راحة النهارده من تدريبات الكرة، وإن هم يكتفوا بس بجلسات استشفاء في الجيم، وطبعا يرجعوا بقى التدريب من بكرة تاني بشكل طبيعي جدا، استعدادا لمباراة الزمالك يوم السبت اللي جاي في الدوري إن شاء الله. ماتش مهم جدا طبعاً. جدا جدا
بعيدا عن اي بطولات وبعيدا عن حساب الثلاث نقط، لقاء القمه دايما ما بين نادي الاهلي ونادي الزمالك بيحظى باهتمام كبير جدا وحاله تركيز، حتى ولو ما كانش فيه منافسه على لقب، يعني حتى لو كان في فريق سابق بشكل كبير جدا او حاسم البطوله بشكل كبير، بتبقى طبعا ماتش او بيبقى ماتش الاهلي والزمالك بطوله في حد ذاتها. كابتن سيد عبد الحفيظ، ويمكن زي ما قلت لحضراتكم نتعرف على حاله اللعيبه النهارده. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره قال انه الاشعه اللي اجريت لكابتن محمود متولي لاعب الفريق الاول بنادي الاهلي كشفت انه تعرض لقطع جزئي في الرباط الصليبي، وهيتم عرضه على دكتور احمد عبد العزيز رئيس اللجنه الطبيه في النادي عشان يبدا في خطوات العلاج. كمان الحقيقه كابتن سيد اتكلم على موقف او على حاله الشيخ واحمد الشيخ وجيرالدو داكوستا، وقال انه اللعيبه بتخضع للفحص الطبي بكره ان شاء الله الاربع قبل طبعا ما يبدا مران الفريق عشان يتاكدوا من مدى جاهزيتهم للمشاركه في التمرين، خصوصا انه الثنائي اشتكى من الاصابه في ماتش اسوان اللي اتلعب على استاد القاهره. الشيخ تحديدا اشتكى من اصابه في كعب رجله، وجيرالدو اشتكى من الام في العضله الخلفيه. على ضوء نتائج الفحص الطبي اللي هيتعمل بكره ان شاء الله هيتحدد فرص مشاركه الاثنين في تمرين بكره الاربعاء. نروح للجنة الخماسية لاتحاد الكرة، والأعلنت إنهاء اتفاقها مع طاقم حكام أجنبي لإدارة طبعا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك السبت اللي جاي على استاد القاهرة. الطاقم ده هيبقى فيه خمس حكام بواقع حكم ساحة، حكمين مساعدين وحكمين طبعا لتقنية الفيديو، وهيتم الإعلان بشكل رسمي عن جنسية وأسماء الطاقم ده مساء الخميس اللي جاي. أنا مدرك طبعا انه في بعض الماتشات بيبقى فيها حاله من حالات الحساسيه او الشد العصبي او الى اخره، وده لما بنيجي نتكلم على ماتش زي ماتش الاهلي والزمالك او حتى غيرها من الماتشات اللي بقى عندنا دلوقتي النهارده، فرق بتطلب دايما حكام اجانب في بعض المباريات ليهم، ده الى حد ما بيمثل ضغط كبير جدا على الحكم المصري وعلى مستوى الحكم المصري اللي احنا دايما بنطالبه بانه يطور من مستواه، وانه مش ممكن يبقى ما فيش دعم معنوي ويبقى في مستوى معين من الثقه في الحكام المصريين ونطلب منهم ان هم يبقوا على قدر معين من تحمل المسؤوليه. انا بشوف النهارده انه احنا عندنا فرصه مهمه جدا، يعني من افضل الحاجات اللي عملتها اللجنه الخماسيه هي انها دخلت منظومه الفار في الملاعب المصريه، وبيتهيالي مع وجود منظومه الفار ده الى حد كبير جدا بيساهم في تحقيق منظومه العداله في طول ال 90 دقيقه، يعني اي غلطه او اي حاجه هفوه ممكن تعدي على حكم ماتش ممكن نرجع للفار ويتم تعديلها بشكل كبير جدا، وبالتالي عندنا ريفرنس نقدر نعتمد عليه او نستند ليه في اي موقف من المواقف اللي ممكن يثير حاله شك او يثير حاله اشتباك، وبالتالي فرصه مهمه جدا ان احنا نستغل وجود الفار وندي بقى دعم لحكامنا المصريين في الماتشات اللي احنا بنقول عليها شديده الحساسيه. نروح للاتحاد الافريقي اللي زي ما قلنا لحضراتكم انا وساره في بدايه الحلقه انه بيقترب من انه يصدر قرار خاص بالغاء معسكرات المنتخبات خلال الموسم الحالي، طبعا بعد انتشار ازمه فيروس كورونا، وانه في حاله من حالات ضغط المباريات الرسميه في الموسم المقبل، خصوصا انه لسه عندنا اربع ماتشات للمنتخبات في تصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2022 المفترض انها ان شاء الله هتستضيفها الكاميرون، وعندنا كمان ماتشات في التصفيات المؤهله لكاس العالم 2022 برضو. كمان الحقيقه في بعض التقارير الصحفيه اللي صدرت اتكلمت على انه الاتحاد الافريقي استقر بصفه نهائيه على الغاء اجنده شهر اكتوبر، لكن يمكن لسه اللي ما تمش حسمه بشكل كبير جدا الاجنده الدوليه للمنتخبات اللي هتكون في شهر نوفمبر، واللي يمكن يكون الاحتمال الاقرب انه يكون هيتم الغائها، وهتم اقامه مباريات التصفيات سواء كاس العالم او كاس الامم الافريقيه ان شاء الله يكون مع بدايه الموسم اللي جاي. نروح لصحيفه ميرور البريطانيه واللي قالت ان ليفربول تاكد من ايجابيه احد العينات الخاصه بفيروس كورونا المستجد. حضراتكم عارفين ليفربول هيخوض معسكر في النمسا استعدادا طبعا للموسم الجديد والمقرر انطلاقه 12 سبتمبر اللي جاي، ولكن اضافت ميرور ان ابطال الدوري الانجليزي الممتاز اضطروا ان هم يتخلوا عن اقامه المعسكر التدريبي في فرنسا بسبب ارتفاع حالات الاصابه بفيروس كورونا هناك، وبدل من فرنسا اختاروا ان هم المعسكر يكون في النمسا. ومع
ذلك الفريق ما سلمش من الوباء. الصحيفه اكدت كمان ان هي تواصلت مع مسؤولي ليفربول عشان يعلقوا على الامر، لكن الريدز لم يعلنوا اذا كانت الاصابه دي بين اللعيبه ولا اعضاء الجهاز الفني ولا احد العاملين. بالنسبه بقى للدوري الفرنسي والدوري الفرنسي الممتاز، رابطه الدوري الفرنسي الممتاز اعلنت النهارده انها اجلت بدايه انطلاق الموسم الجديد بعد ما تم اكتشاف حالات اصابه بكورونا في فريق مارسيليا. رابطه الدوري الفرنسي اصدرت بيان من خلال موقعها الرسمي قالت فيه انه في ضوء نتائج الطبيه اللي نقلها اولمبيك مارسيليا النهارده 18 اغسطس، اشارت اللجنه انه لجنه كورونا الوطنيه الى لجنه مسابقات الفرنسيه انه الفيروس بينتشر في داخل نادي مارسيليا، وبتقترح تاجيل ماتش اولمبيك مارسيليا واللي كان مقرر ليه ان هو يكون في انطلاق الموسم الجديد يوم الجمعه اللي جاي 21 اغسطس الساعه 7 مساء، ودي كانت هتبقى اولى مباريات او افتتاح الجوله الاولى من الدوري الفرنسي. البيان كمان اتكلم انه هيتم تاجيل الماتش ل 16 او 17 سبتمبر وفقا لبروتوكول تنظيم الماتشات في فرنسا ووفقا للتغييرات في الظروف الصحيه طبعا داخل نادي مارسيليا. واختتم البيان قال انه سيتم تحديد الموعد النهائي طبعا بالاتفاق مع اصحاب الحقوق. الموضوع طبعا باثر بشكل كبير، يعني الموضوع مش مؤثر بس على كوره، مؤثر كمان على حقوق بس وقنوات دفع حقوق بس ورعاه للانديه ورعاه للدوريات، وده ينطبق مش بس على الدوري الفرنسي، ده عامل ازمه الحقيقه في العالم كله. في تقرير يوناني النهارده كمان يا احمد كشف عن اهتمام قبرصي جديد من اجل ضم عمرو ورده جناح نادي باوك خلال سوق الانتقالات الصيفيه الحاليه. صحيفه بيج نيوز اليونانيه قالت ان ورده في العديد من العروض جايله سواء داخل البلاد او في قبرص في الوقت الحالي لانتشاله من جحيم باوك، الصحيفه قالت كده، ورغبه المدرب ابل فيريرا في رحيله. حقيقة يمكن وردة من اللعيبة المصريين أعتقد عنده مشوار احتراف محترم. فكرة إن هو يتنقل من باوك لقبرص دي بعتقد إنها فكرة صعبة شوية، يعني أعتقد إنه الدوري القبرصي مع كامل احترامنا ليه طبعًا لكن لا يقارن بالدوري اليوناني. صحيح الدوري اليوناني مش من أكبر الدوريات ومش من أقوى المنافسات في القارة العجوز في أوروبا يعني، لكن يبقى الدوري اليوناني وبعض فرق الدوري اليوناني عندها مساحة من التواجد بشكل كبير، وأعتقد أنه حجم المنافسة فيه كمان قوي. في بعض الفرق اليونانية أتروميتوس وآيل لاريسا مهتمين كمان بعمرو وردة، لكن القرار ممكن يكون إيه والناحية الفنية أو القرار أو الاختيار اللي يضيف لمشوار عمرو وردة ممكن يكون، أعتقد أنه قرار هيكون صعب جدا، وبيتهيألي انه يعني مقارنه بالدوري القبرصي وحتى باليوناني التواجد في الدوري المصري او بعض الدوريات الخليجيه ممكن يبقى اختيار افضل بشكل كبير. في خبر كمان بيقول ان بعض التقارير الاسبانيه قالت ان الهولندي رونالد كومان هيتولى منصب مدرب فريق برشلونه، وقالت ان المدافع السابق لفريق برشلونه متواجد حاليا في المدينه الاسبانيه علشان يوقع على عقد تدريب خلفا طبعا لستين اللي اقالوا الفريق من المنصب في فتره مبكره من يوم الاثنين طبعا بعد الخساره الفظيعه طبعا من بايرن ميونخ 8-2، يعني كانت نتيجة تاريخية الحقيقة، كان يوم قلنا بيحدد نهاية جيل في برشلونة يا أحمد. الحقيقة أنه كيكي ستين تولى منصب المدرب شهر يناير خلفا للمدرب السابق إرنستو فالفيردي، غير أن برشلونة أنهى للمرة الأولى منذ موسم 2007-2008 السنة دي دون ما يكسب أي بطولة أو أي لقب. كانت هزيمة ليلة الجمعة الثقيلة دي بثمان أهداف مقابل هدفين على إيد بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري الأبطال، يعني كانت قطمت ظهر برشلونه زي ما بيقولوا، وخصوصا يعني المدرب. على كل مستويات الزلزال ما ضربش بس الفريق الكوره، الزلزال ضرب ووصل ل اريك ابيدال الرئيس الرياضي او المدير الرياضي في فريق برشلونه اللي تم اعفائه من مهام منصبه بالفعل بعد قرار بقى باعاده تجديد استراتيجيه النادي. احنا بنتكلم على مش بونا فريق، احنا بنتكلم على اعاده تجديد استراتيجيه النادي في الفترة المقبلة. سمعنا انه من ادارة برشلونة كمان انه كل قائمة الفريق معروضة للبيع باستثناء اربع اسماء زي ما قلت لحضراتكم، على رأسها طبعا ليو ميسي اللي بالمناسبة يبدو انه استمراره في برشلونة اصبح
محل شك، يعني اللاعب عنده رغبه في انه ما يكملش مع برشلونه او ما يجددش مع برشلونه رغم تمسك برشلونه بيه، واعلانهم عن نيتهم لاستجابه لطلبات ليو ميسي اللي بيمثل لفريق البارسا طبعا يعني شيء اساسي في استمرار الفريق في حصد البطولات. كنت عايزه اقول لك ان رونالد كومان هو اللي كان قاد برشلونه في 92 ان هم يفوزوا بالشامبيونز ليج. صحيح. هل يقدر كومان ان هو يعيد بناء فريق البارسا؟ هل يقدر ان هو يعيد مره ثانيه البطولات لفريق البارسا؟ اعتقد انها مهمه صعبه، لكن مع امكانيات فريق بحجم البارسا وشعبيه فريق بحجم البارسا مفيش شيء مستحيل. خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل في السادسه مساء.